تاني هو بن الاس ارات بلون مميز برضو. في ناس كتير بتحب البوله بتاعتها تبقى شفافه. عندي هنا جزء بشوف الكميه اللي فاضله وايه نوع الاكل اللي انا حاطاه، برضو طريقه قفل الغطا نفس الحاجه، يعني انا بقفلها من ورا لقدام بالطريقه دي وافرغ الهواء منه. عندي مقاسين مختلفين، عندي المقاس ده 2 لتر وعندي المقاس الثاني لتر واحد، برضو نفس الكلام انا بقدر استخدمه للاكل المطبوخ متقطع. عندنا طقم عباره عن 4 بولات. احنا شايفين انه دي فرصه اصلا دلوقتي في رمضان احنا محتاجين الاحجام دي، سواء للحلويات، رز بلبن، مهلبيه، برضو نفس الحاجه بالنسبه للالوها، للمكسرات كمان تقديمها حلو قوي. زي ما انتم شايفين شكل الاطباق مميز وشيك قوي، بلس كمان انه عندي الوان جديده ومميزه. عندنا كمان نزل معانا لاول مره كوبايات من تابروير. زي ما انتم شايفين كوبايه شفافه، في التقديم بتبقى شكلها حلو قوي وشيك ومميز. بقدر استخدمه طبعا لكل انواع العصاير، مش بحط فيها حاجه مغليه، لكن ممكن احط فيها لغايه درجه 80 درجه مثلا. كمان ما بحطهاش في الديش ووشر حتى ما تفقدش اللمعان بتاعها. لازم استخدم سفنجه ناعمه مش من الناحيه الخشنه ان انا اغسلها. منتج مميز، شيك في التقديم. في ناس بتحب انه كوبايات ما تبقاش وزنها تقيل، في نفس الوقت ان اكون ضامن طبعا ان دي حاجه صحيه انا اقدر استخدمها وتبقى شكلها حلو قوي في التقديم. ان شاء الله يا رب المنتجات تعجبكم الاسبوع ده وتقدروا تحققوا منها